في قصه على سافه سعه الصدر يضرب ظلم مثل الاحنف بن قيس، هو الاحنف بن قيس. سمعت قصه عاد ما ادري عن صحتها، يقول جاء واحد قال والله تحدوني ان ارفز الاحنف، قالوا تحداك، قال والله لا انا ارفزه. هو يجيه مر بالسوق الاحنف ويدير ما سمعه، هو يصفق ومن السامع اللي قدامه الاحنف ما ادري ايش فلاش السالفه. قال ليه ضربته؟ قال ليس انت الاحنف؟ قال لا لا، قال انا قلت لاخوياي والله اني لا انا ارفز الاحنف. قال لا يا ابن حلال ترك غادي مو انا الاحنف. قال افا وين الاحنف؟ يقول هشر على الواحد ما يهش الذباب عن خشمه. الاخلاق مرتفعه دائما، الضغط دائم بزي على طول، دائم بزي المبير بس متفتف. قال هذاك الاحنف. يروح ذيبان انا المعذره اسف، وقال لا حصل خير. يروح يم الثاني طعمرك ويدير ما سمعه، يا السيف سابق نيده، يا مرقارط الراس الرجال، يا الله يا من ذابحه، أنا يا علم عادت عاد هذه ثلاث تحدي. طلع الاحنف داري دري انه وش عقبته، لكن وش سوى؟ سوى له الاوضاع ايزي، حط له كمين بس، اي سوى له فخ وهذاك على طول وقع في الفخ. اي والله خذاه برواد، الحلم سيد الاخلاق. نعم احسنت بارك الله فيك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حليم جدا، احلى من الناس وكانت تجيها ويجيها يعني الخبل ويجيها الصاحي كله، يعني درجة ان 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 بعض الصحابة يعني او بعض الاعراب يجون يتلون وتل. صحيح قصة الاعراب يوم يسحبوا مع يسحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتجيها المرأة وتوقف ويجيها حز ثوب النبي عليه الصلاة والسلام على رقبة حتى ان الصحابه تنرفزوا. ايه ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والانات. الحلم والانات، حبها الله ورسوله. فعلا. قال يا رسول الله يعني اعطني من مال الله. قال خذها الغنم اللي تشوفها قدامك بالوادي بين وادي. فصارت بالعكس تاليف القلب الاعرابي. ايه هذا حلم النبي عليه الصلاه والسلام. الاعرابي اللي بالمسجد. كرمكم الله. لا احنا لو بعض الرجال يمكن ما يمسك نفسه، بعض الصحابه ما مسك نفسه كانهم تفلتوا عليه، لكن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحين دائما يقولون شعره معاويه، او خل بينك وبين الناس شعره معاويه. يا سلام. معاويه سالوه قال شلون حكمت هالدنيا هذه كلها بزمن الفتن وبزمن شلون يعني سويت كذا؟ فعلا. قال انا لو بيني وبين الناس شعره زين اذا سحبوه ارخيته. ما تنقطع. اي ما تنقطع، اذا سحبوه رخيت واذا رخيته سحبوه. يقول لو تقعد 100 سنه ما تنقطع هالشعره اللي بيني وبينه، يعني بوقت هذا سر ما هم يشدون انا بوقت ما انهم هم ينفعلون اكون انا لين بسيط، بوقت ما انهم هم يكونون لينين انا اشد عليها. فالواحد يوازن الامور يعني وينفعل بوقت يستحق الانفعال ويمشي الامور بوقت. إذا كلامك مؤيد الكلام اللي سابق بداية الحلقة يعني. بالتأكيد. إنه يعني حاول تفهم بعض الأمور خطان متوازية. إيه. يعني تفهم الأمور حيث إنك ما تنرفز على أي شيء. Yes, good, good. فكل ما كبرت دماغك كل ما تفهمت الأمور أكثر وحسن الظن قبل كل شيء.